في انتظار ذلك. بالفعل بالفعل في هذه اللحظة بالذات الحكم يسري بوالي يعلن عن انطلاقة المباراة. ركنية ينفذ التماس عالية وطويلة في اتجاه المرمى، يخرج حارس المرمى في مناسبة أولى والدفاع يدخل تبع تقريبا 40 متر، تنفيذ الكرة داخل 18 داخل الدفاع، حين هدف الجيسكا هو فيدي بن حصير. هنا سليم المزليني داخل 18 ممتاز، والتصويب خارج المرمى. الحماس سيكون على أشده بين المرسى والجي اس كا في الرابطة الثانية. علي الفريوي ياخذ الكرة بزوز يدين، تنفيذ مخالفة لمستقبل المرسى، التوزيع كرة خطيرة ودفاع، الدفاع يتدخل ترجع كرة، تنفيذ لمطيري وزع كرة لكن بعيد، لكن بعيدة وغريبة. علي الفريوي يوزع كرة داخل 18 كرة على مستوى القائم الثاني، يضرب المهاجم في مناسبة أولى في مناسبة ثانية، تعود للمرسى خطيرة لكن للمخالفة. نتأكدوا اللي هو غاطر، فرصة خطيرة مستقبل مرسى، ممتاز جدا، فرصة خطيرة وضيع بطريقة غريبة، خطيرة. جاسر بن عتيق على الجهة اليمين لشبيب القيرواني، التوزيع في القائمة الثانية، أحمد ترابسي داخل الدفاع باش يكون هو في التنفيذ، ينافس جاسر بن عتيق، توزيعة ناقصة ناقصة وقصيرة. عمل واحد اثنين مع نجد الهلالي، ما يرجعلوش نجد الهلالي، يحاول يدور بالكور، نجد الهلالي يوزع الكورة، زياد جبيري حار. موسم كامل مصاريف فلوس هنا ديبلاسمونات تعب كبير، يمشي هباء الى اتجاه اللعب على الجهه اليمين، ممتازة للتوزيع على مستوى نقطة ضربة جزاء داخل الدفاع في مناسبة أولى، مازال اختار وقت في الأخير تذهب الكرة للحارس علي الفريوي. لاعبين بينما المرسى بأربعة بخمسة بلاعبين، فرصة خطيرة سليم البزليني، خطيرة خطيرة جدا للشبيبة القيرواني. في حين اول لقاء كان زوز فرق كان عام 72، هاو نكملوا المخالفه مع بعضها، تمشي كوره قائم الثاني تسلل جيسر بن عتيق وكذلك للمدافعين، يوزع كوره جيسر بن عتيق، الكره الثالثه ما يوصلهاش، الكره الثالثه ما يوصلهاش جيسر بن عتيق، وتعود للمرس. يعدوا الكره الفارق قدامه اللاعب رقم 4 في الباور، تدخل والتصويب غريبه برشا. رواني هل ستكون الفرصه الثالثه؟ فرصه بشكل هنا غريبه، ممتاز زياد الجبال، صفر مقابل صفر امام تفاعل كبير امامكم الجماهير هنا في ملعب حمد العواني، جماهير غفيره وغفيره للغايه، قاعده تساند التميت وير عاريه وطويل شبيبه وغريبه والبار مهم ومهم جدا من ناحيه اللياقه البدنيه. جسر بيعطيك باش يصوب، يصوب بعيده برشا، كل 10 ماتشات نشوفوا شوطه على حراس المرمى. هنا البزليني ممتاز ممتاز للغايه، ممتازه للغايه، والاعاده امامكم بغير ترويض، تصويبة عطاي ريبريز، لقطة ولا أروع من المزليني، تدل أنه ملاعب من طراز عالي جدا. هنا يأكد اللي كرة لكرة فرصة المرسى خطيرة جدا وممتاز لفريو. الأساسية رقم 26 تعود كرة تصويبة من المرسى ممتازة جدا. المرضى ينفذ قصيرة مع جاسر بن عتيق، يوزع كرة داخل 18 غريبة جدا. لعب كرة للهلالي، فرصة خطيرة للشبيبة، الهلالي يوزع كرة بعيد، يوزع كرة بعيدة يخلط عليها محمد الفالح لك البر. قائم الثاني داخل مناطق الجزاء، يدخل الهلالي يلعب الرودري الهلالي لكن الدفاع قدامه الكرة، يوزع كرة على مستوى القائم الأول. الدفاع هي الهجوم، يضغط حتى في خط الدفاع فانه متقدم في ضد الشبيبه في القيروان. هنا فرصه خطيره تضيع الكره، وانذار على اللاعب ايمن العمر من 18 باش يوزع الكره. جاسر بن عتيق يوزع الكره ويدخل الدفاع في مناسبه اولى مناسبه ثانيه. نزار شميس، نزار شميس قدام ثلاثه من اللاعبين يحاول يفسخ لول لكن يدخل الدفاع، يراوغ لول الكرة عادي يدخل 18 يحاول يراوغ الثاني، كرة ما فيها شيء، كرة ما فيها شيء، داخل الدفاع باش ياخذ مكان اللاعب رقم 18 سليم المزلين. العمل رياح المطيري ما كانش في احسن حالاته اليوم، مرسى عندها كيب الحقيقة تفرض الاحترام على الجميع. زوز تغييرات مستقبل مرسى بعد قليل، فادي بن حسين يلعب كرة، جاسر بن عتيق داخل 18 الشمالي الفزاني، اوه للطفي القادري هنا ركنيه للشبيبه قصيره، هنا نجار سميشي يجري كره على اليمين، يجري كره فرصه خطيره، فرصه خطيره للمرسى وضيع الفرص، يقول ما فماش ورقه ويعطي الورقه محمد امين الذويب. كمل بسرعه يلعب الكره الفزاني، الفزاني في اتجاه بن حسين ويدخل الحارس في مناسبه اولى، وضرب الجزاء، ضرب الجزاء للشبيبه القيرونيه، كل قوه مع ضربه الجزاء
حتى قبل التسجيل وحتى قبل التنفيذ من جهة وزياد الجبيلي من جهة محمد الفير رويد رويد ويحط كرة والهدف الأول الهدف الأول للشبيبة القيروانية الهدف الأول للشبيبة ممتاز وممتاز للغاية الفيلح محمد يفتتح النتيجة ويشعل المدارج يشعل المدارج هنا في ملعب حمد العواني وكل ملاعبية الشبيبة تتجه للجماهير هذه فرحة الهستيرية وهذه كرة القدم اللي نحبوها المرسى راضية حتى ضربة جزاء ما فماش احتجاجات على الحكم هدف مقابل صفر نذكر انه في مباراة الذهاب وفات بالتعادل الايجابي الجماهير واللاعبين خايفين اكيد مقابل صفر والجماهير تغني انه الشبيبة العام جاي في الناسيونال من جهة المدارج الرئيسي يلعب كرة عالية وطويلة يدخل دفاع وبعدها الحارس الحارس يدخل لكن الحكم المساعد احمد ذويد يقول جوزت يلعب عالية في مناطق الجزاء يدخل الحارس في مناسبة أول والدفاع في مناسبة ثين هنا أحمد ترابلس يبدل اللعب في اتجاه فادي بن حسين وجه لي وجه فادي بن حسين فرصة الهدف الثاني للشباب يرجع لترابلس أحمد ترابلس أحمد ترابلس ترابلس والهدف الثاني لا غريبة جدا من ترابلس مش ممكن مش ممكن مش ممكن أعمل ركني تنفيذ على مستوى نقطة ضربة الجزاء ممتاز جدا لها بنفسه واحد بليش لجيسكا كور عجالي بي توزيعة داخل ال 18 ممتازة للغاية لكن يدخل الدفاع في مناسبة أول عجالي مين للشبيبة القيروانية توزيع فرصة خطيرة دقائق تمشي كور مستقبل المرس يخرج عليه الفريو البديل لكن الحكم يعرف ايش قاعد يقول يعني ممكن ساعة الحكم خاصة القانون الفيفا جديد انه كل لحظة تضيع في المباراة هنا كرة يطالب بالتسلل لكن تلعب الكرة امام 18 لمستقبل مرسى تصويب وبعد جاء ترابس يراو مناسبة يواز اختير ياس وكرة ممتاز اذا طرحها نضيف نكملوه كما بدي فرصة خطيرة للبارس فرصة خطيرة وجه لوجه للبارسا وتضيع الحكم يسري بولي يعلن عن نهاية المباراة بفوز الشبيبة القيروانية على المستقبل الرياضي بالمرسى هدف مقابل صفر هدف فادي بن حسين او هدف محمد الفيلح من ضرب الجزاء برافو للشبيبة القيروانية برافو لمستقبل المرسى طرح كبير من زوز فرق